الاقتراض أو ما يعرف بالكريدي، ظاهرتهم بدأت تستفحل بقوة في المعاملة التجارية مؤخرا، والتي تعود لارتفاع المواد الاستهلاكية من جهة، ومن جهة أخرى تدني القدرة الشرائية. شوف خلص هذا الكيمة، هذا خلص غير دروك على الشهر مخلي 574,000. لا غالب عليه مسكين، هو يشكي ولا نشكي وراه مش حاسين ولا حابين. أنا لا كريت أنايا، هو أنا مازلت عامد مع الكريدي. شي كل شيء راه غالي، العدس غالي، الاخرى غالي، وحنا اصحاب الكريدي مزاكي راهم دايرين فينا بريزيل يعطونا الكريدي برك. ها ولا تخلص درك يخلص داك وفوتهم له ويزيد يعطيني بالكريدي. حق راهي الحيه راه غير لا فم فم، ما عندك ما دي مصروف حاجه واش عليا، تبقى دائما في كريدي دور فيه تكمل لك قبل ما تكمل الشهر يكون عاود تبدا كريدي واحد اخر. هنا بهذا المحل بولايه غليزان صادفنا مولود واخرون ممن حتمت عليهم الحاجه التعامل بالكريدي. حال أصحاب المحلات لا يختلف كثيرا، فتبعات الاقتراض وزيادة نسبة هذه الظاهرة ألقى بظلاله على أصحاب محلات بيع المواد الغذائية. وأنا بكريدي، ها هي الورقة وين فاني، ها هي تاع كريدي نوريها لك فاني، ها هي لا ها هي ها والله ما صابوني مركي. ها كريدي عاد كما قال لك يمشي معانا، كريدي بلا كريدي ما تخدمش. والمواطن البسيط ثاني مسكين الله غالب عليه، ما عندوش وين يروح، اللجوء للتاجر مول الحالوت. كيما قال لك واحد يكمل الاخر، ما تعطيش كريدي مسكين ما ياكلش، وانا كما ما تكريدي فاني ما نخدمش. والحمد لله، ولكن الشيء راه غالي. المواطن البسيط راه يعاني، راه يعاني، حاجه يخلصها حاجه ما يخلصهاش. وكارنيه كيما قال لك شاهد على هذا الشيء. الكريدي حوالي 70 مليون 80 مليون برا، هذه توجور برا، دائما هذه برا قاعده عند الغاشي. تهالك القدره الشرائيه والارتفاع الجنوني لاسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع يفرض ايجاد حلول على المدى القصير تخدم المواطن والتاجر من جهه، وتحمي اقتصاد البلاد من التهاوي.